المطرب حاتم فهمي خد حكم بالبراءه في قضيه الاحتيال الشبكي والنصب الشهيره اعلاميا باسم السي يو واي. محامي المطرب حاتم فهمي قدم معارضه استئنافيه قبل كده على حكم السجن اللي كان من المفترض يكون 3 سنوات، وبعد قبول المعارضه حصل فهمي على البراءه. حاتم فهمي قال ان اتورط في القضيه دي وانه بريء من تهمه النصب اللي توجهت له، وكل الحكايه ان هو كمان اتضحك عليه زي ناس كتير. وحاتم تم الافراج عنه في اول عام 2015، لكن القضيه كانت لا تزال في المحكمه. اما صاحبه الشركه ومعاها 6 اشخاص تانيين فتم تاكيد الحكم بحبسهم 3 سنين بتهمه النصب على الاف المواطنين من معظم انحاء جمهوريه مصر العربيه. حاتم فهمي بيحضر حاليا الالبوم الجديد وبيقعد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين كمان الموزعين عشان يسمع ويختار اغاني البومه الجديد، وكمان قريب جدا هيطرح اغنيه سنجل عشان تكون هي دي عودته للساحه قبل نزول الالبوم. وقدم حاتم قبل كده 3 البومات، كان اخرها البوم لسه بايديا سنه 2011 بعد البوم صدقيني والبوم مش من حق.